الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يقاس على النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث عند إرادة الذهاب إلى المسجد كل رائحة كريهة؟ وإذا كان المسجد خاليا لا أحد فيه فهل يجوز الدخول إذا كانت الرائحة كريهة؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء أن النظر إلى عموم عموم العلة يقتضي عموم اللفظ وإن كان خاصا. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما معينة ولكن العلة في هذه الأحكام عامة، فإن العبرة في هذه الحالة بعموم العلة لا بخصوص الألفاظ. ومن تطبيقات هذه القاعدة الأصولية ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهنا نص على عين الثوم والبصل والكراث، ولكنه علل هذا الحكم بعلة عامة، قال: تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فأفاد ذلك أن الحكمة في النهي عن دخول المسجد في حق من أكل هذه الأشياء الثلاثة أنه التأذي، أنه يوجب إيذاء غيره من الملائكة أو الآدميين الذين يكونون في المسجد، فإن المسجد لا يخلو من ملائكة أو آدميين. فإذا علمت العلة فإن العلة أعم من هذه الألفاظ الخاصة، فكل مطعوم أو مشروب يوجب تغير رائحة الفم إلى أن تكون حتى يوجب تغير رائحة الفم إلى الرائحة القبيحة التي تؤذي الملائكة وتؤذي الآدميين، فإنها تدخل في عموم هذا الحكم، لأن العبرة في عموم العلة لا في خصوص ألفاظه. فيدخل في ذلك من يشرب الدخان، فإنه لا يجوز له أن يأتي إلى مسجد المسلمين ورائحته تنبعث من فمه، وكذلك أي مطعوم أو مشروب يقتضي شربه أو أكله وجود رائحة خبيثة تصدر من الفم. فكل ذي رائحة خبيثة يمنع الإنسان من المجيء إلى المسجد. ويعظم الأمر إذا كانت هذه الرائحة الخبيثة بسبب أمر محرم شرعا. فإذا كانت المأكولات الجائزة شرعا تمنع من دخول المسجد بسبب رائحتها التي تؤذي المصلين، فكيف بالأمور المحرمة كالدخان والإرجيلة وغيرها مما هي محرمة أصلا وذات رائحة خبيثة؟ فلا جرم أنها تدخل في عموم هذا الحكم من باب أولى. والله أعلم.